ما خص، ما يعني ما خص بتصور التواضع بهالموضوع، خص يمكن إيمان. إيماني أنا مؤمنة جدا، وبحس إنه نحن هون بمهم، كل واحد منا بالحياة جاي بمهم، وأنا بفتش شو هي مهمتي على الزبط، أنا شو جاي أعمل. يعني أنا مش بس هالتراب اللي علي، أنا أكتر من هيك، أنا أكتر من هيك، أنا شو بهدليك. إيمان، يمكن إيمان. فلسفة؟ لا، ما بقدر أدعي الفلسفة، أنا بعيد كتير عن جو الفلاسفة. لا، ولو إني بحب البعض منهم، والبعض منهم بحسهم كتير بعاد عني، ما بقدر استوعبهم. بس في ناس معهم بحس إنه في طرق ما سلكناها بعد، حلو نسلكها. تقري لجبران مثلا، بحس اني انك فتحت باب وفتي على مدري وين، وبصير بقول طب انا لو كفيت وين بوصل هلا، لانه بقرا كتير، بقرا كتير، لانه بدي اختار من عنده مقاطع تغنيهم، ولما بدي اختار من عند حدا بحب اني اكون عم بختار احلى شي عنده، وعنده مجموعة كبيرة، وانا قاعدة اقرا اقرا اقرا. يعني عم بحس حالي حقيقة هالبواب عم تفتح لي، عم تفتح على طرقات كتير بعد فيها بالسؤال، وبلاقي أجوبة، وبعد الأجوبة أسئلة تانية، وبعد الأسئلة أجوبة. وهيك الحال مع هالنوع من الكتب، بس هيدا شي جميل بالحياة، إنك تحسي على القليلة إنه في شي بيربطك بربنا، في شي، في طريق فيك تسلكيها، وفيك تسلكيها وتوصلي إذا قررتي وإذا ردتي شو ما كنت تكوني بالحياة. يعني ما بتصور إنها بس هي للمتفوقين بالروحانيات، هي لكل إنسان صالح أدى رسالته بشكل سليم، قدم أصدق شي عنده للناس بمتناول إيده إذا عرف كيف يفتحها. للكل وبالكل.